نستقبل معنا اليوم الشاعر حبيب بو أنطون. أهلا بك حبيب. هل الشعر اليوم كما ذكرت الذي يعتبر فنا هو وسيلة أيضا ولكن بطريقة مختلفة؟ مرحبا رنا، يعطيك ألف عافية ومنورة. أهلا بك. الشعر هو من الأساس رسالة. أول شيء أنا اسمح لي أحكي اللبناني لأن الشعر راجل لبناني. تفضل. الشعر هو رسالة من زمان، يعني كل فكرة بدك توصليها بتوصليها عبر قصيدة، عبر ردة صغيرة، عبر مقال شعري. الفكرة بتوصليها اللوحة بترسميها خيال براسك بترجميها على الورق. فمثل ما تفضلت، هو سؤالك هو جواب على السؤال. مظبوط، الشعر هو رسالة وبتقدر توصلي رسائل من خلال الشعر كتير. صحيح، وخاصة أن بعض الرسائل قد تصل إلينا بطريقة قصيرة أو بوقت قصير، وبذلك يمكن أن تصل للناس بشكل أسرع. لنستمع معا إلى هذا التسجيل الصوتي من فكرة جديدة، ولكن بعد أن نستمع نتحدث بالتفاصيل عنها. خبرية اليوم يا حبيب، خوفي من خوف الأهل زيادة على أولادهم، مخوفينهم زيادة، لازم يقعدوا معهم لأنه شوي صغير يوضحوا لهم أنه مش هيدي الكورونا، يعني شوي صغير رح يلاقوا الولد بده حكيم نفساني بس تخلص كورونا. فاليوم الخوف الزيادة بكرة بصير عادي. انت كيف تفهم العالم؟ بقول يا بلادي خايف عولادي يخافوا من شبك الأيادي، ومن سرساب مكمش فيي يخافوا يمشوا عالسجادي، ولو كبروا بالعمر شوي بخاف الكورونا يا بلادي تعملن عقد نفسي وتعطيهن بالجهل شهادي. لو ضلينا بهالعقلية وفينا ضل الخوف زيادة رح نقشع هالعقد اللي فينا، صارت خاصلة وصارت عادي. رح دقلك 60 ثانية وخبرك عن مصيبة تانية. هي مبادرة توعوية فنية أطلقها الشاب روني جرجس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينضم إلينا الآن إلى جانب الشاعر حبيب بو أنطون للحديث عن هذه الفكرة. روني أهلا وسهلا بك، ما هي هذه الفكرة ولماذا أردت أن تطلق فكرة من هذا النوع، ولماذا أيضا تعاملت مع الشاعر حبيب بو أنطون؟ مساء الخير رنا. مساء الخير حبيب. هي مضبوط فكرة برنامج بنفس الوقت حملة توعية، كتبت أنا عناوين بس برونق جديد بتواكب العصر اللي احنا فيه كهاشتاج يعني. نعم. وحتى هالعناوين توصل أسرع لدينة المستوى، ما إلي إلا غير الصديق وملك الشعر حبيب بو أنطون، ونجمع هيك أفكارنا ونطعم البرنامج ببيوت زجالية 60 ثانية ممكن تساعد كتير ناس يتوقوا مصيبة عن جد ثانية يعني بقلب البيوت. صحيح. هاي باختصار يعني. صحيح. لماذا اخترت حبيب بو أنطون وماذا تريد أن تقول له اليوم؟ اليوم بدي أحكي مع حبيب، بدي نحكي زجل لحبيب، بدنا نكون محط يعني بدنا نعرف كلماتنا نحن وعم نحكي، ما فيش تحكي حيلا حكي لحبيب. بدي أقول له يا حامل كاس الزجل فوق راسك، طوج برنامجي بشعرك الموزون، وطاف كاسي أفكار وصور بكاسك حتى بإخبارنا وجوده نصون. وإذا إحساسي بضل على إحساسك وأفكارنا من جلها وما من خون، مع احترامي لكل أهلك وناسك، يا نقول نفوسك عبيد جرجس يا نفوسي بنقلها عبيد بو أنطون. هذا الحلو بالزجل اللبناني أنه اليوم قادرة توصل كتير أفكار وبيوت بقلب كلام هين كتير للمجتمع. فعلا، ولأنه روني محبب ولأنه قريب من الفن يصل للناس بشكل أسرع، وربما هذا ما نحتاج إليه في عصرنا اليوم. شكرا لك روني. ميرسي كتير. بدي جاوبه على قصة النفوس اللي بدي ينقله. بدي أقول له يا روني اللي علي منت، روحي عروحك مالت، غايب عني كتير حزنت، والدمعة مني سالت، ونفوسك مطرح ما كانت بيبقى والعالم قالت، عندي خي الياس وانت رح تبقى خي التالت. جميل. حبيب، معروف عنك أنك من الأشخاص الذين تمسكوا بهذا الفن، تمسكوا بالزجل، ودائما الرسائل التي تريد أن تصل للناس تستعمل الزجل لإيصالها. لنعد إلى فكرة رح دقلك 30 ثانية وخبرك عن مصيبة تانية. عندما تحدث روني إليك عن هذه الفكرة، هل رأيت أنها اليوم ضرورية وبحاجة إليها لإيصال أو لتوعية الناس على الأخطاء الكبيرة التي تحصل في مجتمعاتنا؟
مظبوط، دق لي وحكاني وكتير لقيته كتير منطقي وكتير معه حق وفكرة جديدة. يعني للأسف يا ليت كل الناس بتفكر مثل ما بفكر روني، لأنه مثل المقطع اللي هلأ مرقتين شوي أنه أوكي في كورونا، أوكي الكورونا خطر، أوكي لازم يكون في مسافة بعيدة، لازم يكون في وقاية، مش لازم نستلشئ ونستهتر بالموضوع، بس بذات الوقت لازم يكون في توعية بالبيوت، لأنه حسب ما نحن ماشيين يعني ممكن إذا خلص الكورونا بعد شهر اثنين ثلاثة سنة العالم تغير نظام حياته، يعني يبطل حدا يقدر يزور حدا، يبطل حدا يقدر يسلم على حدا، يبطل حدا يطلع لبرا، ما بعرف يعني. كمان ما بدنا نتوقع ونعطي دروس وإرشادات بالوقاية، وبذات الوقت ما بدنا نعقد العالم وخاصة الأطفال بالبيوت ومش بس الأطفال يعني كل الناس. العناوين التي تركزون عليها هي من واقع الحياة، من واقع حياتنا اليومية، وتأخذون هذا العنوان وتحولونه في دقيقة واحدة إلى اتصال ينتج عنه شعر تقوله أنت في ختام هذا الاتصال ويكون نوع من التوعية. سوف نتحدث أيضا عن الفن معك حبيب، معروف أنك صديق مقرب للفنان وائل كفوري، هل من أعمال ستجمعكم قريبا؟ نعم قريبا جدا، هذا في شيء عمل كمان يعني عم يتحضر وقريبا جدا بتسمعوه. يعني بتعرف ما بحكي كتير بتفاصيل لأنه هو بيرجع لقله هذا الشيء أي متى بالضبط بده ينزل أو شو ناوي يعمل، بس إنه إيه قريبا جدا بتسمعوا عمل يجمعني أنا والفنان وائل كفوري. معروف أيضا أنك من رواد الزجل، ولكن هذا النوع من الفن الذي مر بفتراته الذهبية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات تراجع اليوم، وربما الشباب أو جيل اليوم لا يهتم كثيرا بهذا النوع من الفن، لماذا برأيك؟ معك حق، هو مرق بعصره الذهبي بالستينات وبالسبعينات ووقف 20 سنة تقريبا، فقد العنصر الشباب، صار كل اللي كانوا عم يغنوا زجل وكل اللي عم يكتبوا زجل أعمارهم فوق 60 و70، فالشاب تعرف يعني يعني له أنه يكون الفنان أو الشاعر شاب. فنفقد العمر الشبابي، فكنا نحن طلعنا من 4-5 سنين يعني، وتفاجأت فينا العالم أنه كيف شباب عمره 30-25 سنة عم تغني هذا اللون، ورجعنا نزلناه طورناه عصرناه شوي قربناه للشباب، يعني استعملنا أشياء قصيرة بحبوها الشباب، أشياء إيقاعات سريعة مش مثل الزجل القديم الشعر الطويل الممل، طورناه وقربناه على الشاشات وعلى السوشيال ميديا وعملناه بطريقة قصيرة وطريقة يحبوها الشباب والصبايا، وعم نتفاجأ آخر سنتين بحفلاتنا انه عم بيكون عنصر الشباب والصبايا تقريبا قد العمر 50 و60 وبعدنا ماشيين بهالعمر. فعلا، ما الرسالة التي توجهها اليوم لشباب اليوم ان كان في زمن كورونا وان كان عن الفن بشكل عام؟ انا بقول لهم انه بعض الفن بألف خير، بعض الطرب بألف خير، وبعض الكلمة بألف خير، وبعض الشعر بألف خير. حبوا اللون البلدي، اللون اللبناني، اللون التراثي، ما تروحوا كتير على الأجنبي، أوكي اسمع أجنبي بس خليك أصيل، يعني اسمع كلمة بلدك، اسمع الفنان بلدك، اسمع الغنية اللبنانية وبس مش أكتر يعني، لأنه اللي بيشتح تيابه بيبرد. فأنا مش ضد أنه يسمع شيء أجنبي، فجأة هلأ في أعمار حاطط بدناي السماعات وعم يسمع أجنبي، و انه حتى الرقص يعني كمان الاجنبي منيح، بس في دبكه لبنانيه، في رقص في تراث عربي ايضا في نتغنى فيه في مجتمعاتنا العربيه. فعلا مضبوط، لانه نحن كعرب وكلبنان انه نحن عنا تراث، عنا اصاله، نحن صدرنا موسيقى للعالم كله، فعلينا انه نحافظ عليه، ومش غلط انه واحد يسمع شيء ثاني او بغير لغه او بغير أسلوب، بس أنه خلينا أول شيء نحافظ على تراثنا وعلى الشعر والكلام والمغنى اللي هو عربي لبناني يعني. أول شيء ونرجع نسمع شيء تاني. أنا مع أنه الشباب يعملوا هاي. الشاعر حبيب بو أنطون، أشكرك وأتمنى لك كل التوفيق، وأيضا فكرة رح دقلك 30 ثانية وخبرك عن مصيبة تانية أدعو جميع المستمعين أن يتابعوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتعرفوا أكثر على هذه الفكرة والرسائل التوعوية منها. شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام برنامج كورونا والناس، كنت معكم أنا رنا خواند ونلتقي غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.